تنشد تشغل اشاعات الناس في شو كل حاجه. انا كنشوف ان السوشيال ميديا ماشي معيار ديال شي حاجه، وكتعرفي الناس بزاف كيبقاو يتفلسفوا كيبقاو ينزلوا في الهضره كما قالها لهم راسهم وشي حوايج اللي ماشي يعني كيفاش زعما. كاين اصلا الشاب خالد عنده جو بونس عنده جنسيه مغربيه، ولكن انا اصلا فاش شفت داك الشيء هو عشق المغرب لا يوصف. كيف ما كنظنش ما كاينش اصلا هاد الهضره، انا ما سمعتهاش وما كاينش هاد الشيء. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.